في داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، وهذا المجمع الذي شهد صباح هذا اليوم هذه المولودة، ولادة هذه المولودة جنات حسام العطار، هذا الأسير الذي يبلغ من العمر 30 عام، وأيضا قضى من هذه الأعوام وحكم تقريبا 18 عام، قضى منها 6 سنوات في السجون الإسرائيلية. صباح هذا اليوم سمع بهذا الخبر، وهو الذي كان ينتظر منذ 9 أشهر، وحتى هذه اللحظة ربما الوقت متأخر في الليل، لكن نحن الآن أمام هذه الغرفة التي توجد بها الطفلة جنات بالفعل، وعائلتها أيضا، والدة جنات وأيضا والدة الأسير حسام. نتحدث إليهم، نستمع لهم مباشرة حول مشاعرهم. بالتأكيد هذه المشاعر المختلطة ربما بالفرح وأيضا ربما بالألم، لأن حسام ليس موجود بينهم. مرحبا بك في البداية حجم حسام، وبنسألك يعني مشاعركم الآن بشكل مباشر. والله مشاعرنا زي ما تفضلت وقلت مفرحة، وفي نفس الوقت محزنة. فرحانين أنه إجتنا جنات اليوم، بس أبوها مش موجود يعني، فيعني هذا مؤلم كثير يعني في الأسرة، يعني أنه أم بتولد زوجها مش زوجها، يعني أم بتنجب طفل بتفقد الزوج. أنا ستها بتطلع بلاقي الطفل بلاقيش أبوها جنبها، يعني الشعور صعب كتير رغم الفرحة. والحمد لله يعني، بس يعني هذا تخفيف ألم شوي، يعني إنه حكم عليه 18 عام يعني، وهو كان عريس يعني لما أخذوه. وظلم العدو يعني ظلم العدو كبير يعني. احنا شايفين حج انكم حاطين صور حسام جنب بنته، يعني فيها رمزيه ايضا. صحيح، عشان انه يعني احنا ما نفقدش الامل يعني من ابوها، ان ابوها موجود يعني، وتوعى جنات يعني ان شاء الله اول حاجه ابوها بيجي ان شاء الله، ربنا بحررهم كلهم بروحه يعني. ولو لا حسام لا سمح الله بده يمضي يقضي 18 عام، حيطلع لك ايه عمرها 13 عام يعني، حتكون عروس يمكن تقول لمين هذا، بس امام الصور احنا بنقول لها هاي ابوك، يعني كل عام بنجيب لها صوره نقول هاي ابوك، عشان ما تختلف الشخصيه ابوها عليها يما هو يتحرر باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا زميلتي فدا ربما في قطاع غزه من المؤكد ان حوالي 400 من الاسرى في المعتقلات الاسرائيليه، وقرابه 30 منهم تقريبا هم من المحكومون من او المحكومين بالسنوات الكبيره، تجاوزت 20 عام واكثر، وبالتالي يحاولون مثل ما استمعنا الى ما يحدث في الضفه الغربيه، تنتقل الحاله الى هنا الى قطاع غزه، وهذه الظاهره بالانجاب عبر تهريب هذه النطف، وربما الامر اكثر تعقيدا ايضا في عمليه نقلها الى قطاع غزه، وهذا ما دفع الى وجود فقط 4 من الحالات. على اي حال نتواصل ايضا مع زوجة حسام وام جنات. ام جنات نبارك لك في البدايه، واسالك يعني من جانب انساني، 9 شهور ربما في الوضع الطبيعي 9 شهور بوجود الزوج تختلف عن عدم وجوده خاصه وهو في الاسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بحب ابارك لزوجي، انا متاكده قلت هو حيكون شايفني، بقول مبروك الي ولك، وهيك الحمد لله ربنا تمم لنا، اقبل عند جميع العطشة واقبل عند جميع الاسرة كمان، بتمنى لك الفرج قريب لك وجميع الاسرة. صحيح كانت لما 9 شهور كان فترة مروا علي وزوجي مش عندي، بس كانت شعور حلوة يعني اني بدي اصير ام، كنت يعني انا كتير مبسوطة اني بدي اصير ام، والحمد لله ربنا تمم لي. طب يعني بدي اسالك عن الاسم، يعني الامر انساني وعائله ايضا، كيف اخترتوا اسم جنات؟ احنا اخترنا احنا الاثنين مع بعض، وحبينا احنا الاثنين مع بعض الاسم هذا، ومن حكى لي بدي اسمي جنات قلت له اسم جنات كثير حلو، والحمد لله اليوم سميناه، اليوم جبنا جنات وسمينا جنات وربنا يهتم. الحمد لله. يعني ما بدنا نطول عليك، ربما يعني صباح هذا اليوم يعني كنتم في حالة ولادة والآن جنات بين يديكم، هذه جنات وهذه الصور لوالدها الأسير حسام العطار، وهذه الحالة الرابعة في قطاع غزة. مرة أخرى نعود بسؤال أخير لأم حسام، يعني أنت نراك دائما في التجمع في الصليب الأحمر، وتتحدثي دائما مثل الأمهات الأخريات بلسان حال الأم الفلسطينية أم الأسير الفلسطيني، ماذا تقولي؟ والله أنا بحكي للأسرى أجمعين، أول حاجة ربنا يفرج كربكم وربنا يفرج عنكم عن قريب إن شاء الله، أنتوا كلكم حسام
وكلكم اولادنا وربنا يتمم لكم كلكم، واللي ما حاولش يطلع ان شاء الله ربنا يتمم له ويطلع، وان شاء الله بعد ما يطلع ربنا يتمم له الافراج كمان، يطلع لك يا مرته حامل يا مرته ناجب على يديها وتربيه، لانه يعني بدل ما يضيع وقت ويضيع فرصه وهو لسه في السجن ثاني سنتين ان شاء الله مش حتقعدوهم يا رب. بتطلع بتلاقي الطفل عمره سنه او سنتين او ثلاثه. يعني زرتي لحسام الفتره الاخيره؟ زرت الاثنين هذا اللي راح. طمنتي؟ الحمد لله طمنته على مرته وعلى بنته في الحمل، قلت له في الايام هذه بدها تولد ان شاء الله، وانبسط كثير. قال لي طب يلا بالعجل، لما انا مستعجل بدي اشوف بنتي، بدي اسمع صوتها وهي بتصيح بدنا نضرب ومش عارف ايه. قلت له ان شاء الله يما بكره لنا مراجعه، جينا امبارح الثلاثه فقالوا لنا الاربعه ولدتها، فانبسط كثير من هو سمع الخبر انها بدها تولد، بس هو عن طريق الاذاعات سمع انها ولدت اكيد. طيب. شكرا لك يا حسام. زميلتي فدا ايضا ربما جدير ذكره ايضا في مثل هذه المناسبات، ربما حديث عن دواعي امنيه صعبه. هل الاسرى يزورون ابنائهم في السجون الاسرائيليه بامور معقده وبالغه التعقيد؟ الامر المختلف ايضا والامر الاخر هو ما يتعلق بعمليه الاتصال بابنائهم في السجون الاسرائيليه، امور صعبه وطرق يعني مختلفه يحاولون من خلالها الاتصال بابنائهم لابلاغهم خبر بسيط ونبأ بسيط بوجود جنات مثلا، بالإضافة إلى أيضا عدم رؤيتهم لأبنائهم في صور حديثة وما إلى ذلك. وبالتالي هذه هي صورة الوضع الإنساني هنا، وأيضا هذه ليست هي فقط الحالة الإنسانية الوحيدة الصعبة، هناك كثير من الحالات خاصة أيضا إذا تحدثنا عن قرابة 400 أسير في سجون الإسرائيلية حتى هذا اليوم لم يفرج عنهم ولا يوجد أي حل قريب للإفراج عن هؤلاء الأسرى.